اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج نهايه الاسبوع. حلقتنا النهارده كالعاده بتضم عديد من الملفات فيها اهم وابرز الاحداث خلال الاسبوع محليا عربيا ودوليا. بنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ رضا العراقي، نائب رئيس تحرير الجمهوريه ورئيس القسم الاقتصادي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا بك وبالسلامه المشاهدين. اهلا بحضرتك. بدايه هنتابع ملف النشاط الرئاسي في التقرير التالي وعودة لضيفي في الاستوديو. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المحددة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجه الرئيس السيسي بتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينه طبيه متكامله. جاء ذلك خلال اجتماع سيادته لمتابعه الموقف التنفيذي لاهم المشروعات القوميه في قطاعي الصحه والتعليم العالي والبحث العلمي. وفي اجتماع اخر وجه الرئيس السيسي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه بالدوله من اجل ضمان التشغيل الامثل لمنظومه الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربه زراعه القطن قصير التيله في مصر لدراسه مدى امكانيه التوسع في زراعته مستقبلا. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعه نتائج تجربه زراعه القطن قصير التيله في الاراضي المستصلحه. وخلال اجتماع اخر لمتابعه موقف السلع الغذائيه، وجه الرئيس السيسي بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائيه الرئيسيه ومتابعه اسعارها السوقيه، وكذلك تعزيز منظومه انتاج الاسمده وإتاحتها للسوق المحلي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله اتخاذ اجراءات مساندة قطاع السياحه في مواجهه التداعيات الناجمه عن الاحداث الراهنه على مستوى العالم بما فيها جائحه كورونا والازمه الاوكرانيه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحه والاثار. وفي اجتماع اخر مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على اكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمه وتفرد وعراقه الحضاره المصريه القديمه. برحب بحضراتكم من جديد وبضيفي في الاستوديو الأستاذ رضا العراقي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الجمهورية. ملف رئاسي دسم والرئيس يعني اهتم بمتابعة كل أمور الدولة والمشاريع، ويعني فيه اهتمام خاص بالسياحة. خلينا نبدأ بهذا الملف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو على مدار الثمان سنوات الماضيه في اهتمام وفاعل على ارض الواقع، وعلى يعني في انجازات كثيره جدا. ففي طبعا في ملفات بيتابعها وبتكون يعني بتتوافق مع طبيعه الموقف الحالي والمتغيرات العالميه. فطبعا يعني ملف السياحه من الملفات الاساسيه وملفات مهمة جدا، باعتبار ان السياحة مورد اساسي لتنمية موارد الدولة خاصة من النقد الاجنبي وتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتنا وكذا. فطبعا السياحة النهاردة بتمر بظروف صعبة. احنا النهاردة خرجنا من جائحة كورونا ودخلنا على الحرب الاوكرانية الروسية. فطبعا هذا الملف مهم جدا ومحتاج متابعه من سياده الرئيس، وهو طبعا دعم المتحف المصري الجديد. كيف ترى هذا؟ يعني انا يعني طبعا هو منظومه متكامله للسياحه، ما هو ده يعني المتحف، التطوير السياحي، خلق اليات جديده او يعني افكار جديده خارج الصندوق لتنميه موارد السياحه، اختيار دول اخرى، لان احنا النهارده زي ما حضرتك شايفه بالنسبه لاوكرانيا وروسيا بدات يعني في النهارده فتور وفي الحدث نفسه. فاحنا النهارده في امام يعني افكار جديده ورؤى جديده لتنميه موارد السياحه. وطبعا المتحف المصري الكبير ده هو طبعا مشروع القرن، زي مشروع اساسي جدا. وحاجه يعني ان شاء الله انا شايف انها تكون يعني حاجه متكامله محليه وعالميه. طب بالحديث عن التفكير خارج الصندوق، الرئيس السيسي برضو أوصى بدعم الأفكار والبرامج التسويقية للمشاريع السكنية الخاصة بالدولة أيضا. كيف ترى هذا الملف؟
هو طبعا يعني انا عايز اقول برضو في ملف الاسكان ده بصراحه هي فكره عبقريه وفكره قويه جدا جدا، ولاول مره القياده السياسيه في مصر ان هي تسمح بدخول الدوله كمطور عقاري. دخول الدوله كمطور العقاري ده هذب القطاع الخاص في اسعار الشقق واسعار، لان النهارده حضرتك انا كدوله لما بعمل تنافسيه مع القطاع الخاص فده بيبقى لمصلحه المستهلك، ولولا دخول الدوله كمطور عقاري في الاونه الحاليه وفي خلال الثمان سنوات الحاليه الماضيه لاصبح النهارده ما كناش نقدر نوقف نار الاسعار في السكن. يعني احنا بصراحه النهارده رغم ارتفاع الاسعار الوحدات السكنيه ولكن دخول الدوله هذبها وحصرها بشكل كبير جدا، وده انا كرصد التوسع في المدن الجديده ايضا كده. فطبعا وده كله لمصلحه المبعدين في مشروعات بتخاطب المجتمع جميع شرائح المجتمع بتوفر لهم وفقا للدخول مبادرات لدعم ومسانده هذه المشروعات. فطبعا سياده الرئيس حريص جدا على اتمام هذا المشروع باقصى سرعه، لانه طبعا هو بيخاطب الشريحه محدود الدخل وطبعا في وحدات برضو بتهم في كافه أنحاء الجمهورية خاصة في العالمين الجديدة في العاصمة الإدارية في الإسماعيلية الجديدة، ده كلها مشروعات مهمة جدا والرئيس بيسرع فيها على أساس يوفر للمواطن سكن آمن وحياة كريمة. ومن ضمن هذه المشروعات والتي تبعها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تطوير المنظومة الصحية، وهو ملف هام وثقيل. هو طبعا ملف الصحة ده الرئيس طبعا منذ البداية هو حط عينه عليه، وده حصل. احنا النهاردة اصبحنا زيرو في بعض الامراض وفي بعض واصبح لدينا بنية تحتية صحية قوية جدا، وده واضح من توجيهات سيادته لتطوير معهد ناصر ليصبح مركز بحثي طبي عملاق، واضافة بعض التخصصات الهامة اللي هي دايما الناس او البلد او المواطن في احتياج ليه، وده طبعا بيتجه لي بيحاكي صرح طبي عالمي في خلال الفترة القادمة من خلال معهد ناصر وهو ضمن البنية التحتية الصحية في مصر. يعني لفت نظرنا في التقرير العرض الاهتمام المصري بالقطن المصري من جديد، ولكن بالقطن قصير التيلة. لماذا القطن قصير التيلة؟ يعني احنا مش مشهورين بالقطن طويل التيلة هو حضرتك مصري؟ النهاردة أصبح في ظروف تغير المناخ وظروف العالمية، النهاردة القطن قصير التيلة هو الأكثر استعمالا على مستوى العالم. لماذا؟ لأن القطن قصير التيلة بيعمل خفض تكلفة وفي نفس الوقت بيديلك المواصفات والجودة بتاعة القطن طويل التيلة. فالنهاردة بقى كل الدول أصبحت تستخدم، بل أغلبها تستخدم القطن قصير التيلة، وإحنا في مصر هنا يعني بنستخدم 5% فقط قصير طويل التيلة، وباقي كله بنستورد. يعني إحنا بنستورد فوق 6 مليار دولار قطن قصير التيلة. فطبعا سيادة الرئيس وجه بزراعته في مصر، وفي تجربة من خلال 3 سنوات دلوقتي في شرق العوينات وفي الوادي الجديد حوالي 250 فدان بنزرعهم كنوع من التجربة. فسيادة الرئيس بوجه على أساس دراسة التجربة ووصول إلى نتائج على أساس نقدر نعممها على مستوى أنحاء الجمهورية كنوع من، يبقى احنا عندنا طويل التيلة وقصير التيلة ويبقى عندنا كل الأنواع متعددة نقدر نخاطب كل شرائح الدول. هل ما زلنا في تنافسيه ومصر لديها التنافسيه اذا زرعنا قصير التيله؟ القطن طويل التيله ليس له تنافس. القطن مصر طبعا رائده طويل التيله، وطبعا القطن طويل التيله لا غنى عنه على مستوى العالم، ولكن بالدول التي تريد الاسعار او تخاطب جهات معينه واسعار معينه ومتطلبات معينه بتستخدم طويل التيله، لكن الاغلبيه العظمى النهارده بتستخدم قصير التيله لخفض التكلفه. واحنا كمصر بنستخدم قصير التيله لان عشان نقدر ننافس في السوق ونقدر نصدر زي ما بنتبادل مع دول العالم في التصدير. وحضرتك ده واضح في دول احنا النهارده بنصدر ملابس في كل انحاء اوروبا وكده، القصور الملكيه بتتفرش من المنتج المصري. ولنا الفخر في بهذا. بالحديث عن الأسعار والجانب الاقتصادي، الرئيس السيسي برضو وجه نادى الوزراء والمسؤولين مراقبة الأسعار والحرص على وجود السلع الاستراتيجية في هذا
العالم المتصارع. هو الملف ده بالامانه هو ملف مهم جدا، والرئيس بيتابعه ساعه بساعه، مش عايز اقول لك يوم بيوم، ساعه بساعه، لان ده الملف الهام اللي بيضمن استقرار والحفاظ على الدوله وتوفير السلع الغذائيه والسلع الاستراتيجيه زي القمح والارز والزيت، كل السلع دي طبعا لازم ان شاء الله بنضمن ان يكون في يعني ست شهور، لمدة ست شهور على أساس ده استقرار. وطبعا احنا ماشيين بهذه الطريقة، وعندنا مخزون آمن لمدة ست شهور من السلع الأساسية، وده للرئيس بيحرص عليه كل وقت على أساس يقدر يوفر قوت اللازم للبلاد والعباد. إذن هو ملف هام على طاولة سيادة الرئيس. بنتقل لملف آخر، والوساطة العربية المصرية لرأب الصدع بين روسيا وأوكرانيا. اجتماعات مجموعة الاتصال العربية المعنية بالشأن الأوكراني والمنبثقة من جامعة الدول العربية، بنتابع تفاصيل وعودة لضيفي في الاستوديو. في مسعى لرأب الصدع بين كييف وموسكو في ظل التأزم الكبير والعملية العسكرية الروسية، كانت اجتماعات مجموعة الاتصال العربية المعنية بالشأن الأوكراني والمنبثقة من الجامعة العربية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الروسي لافاروف، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط العالم بدول وشعوب روسيا الاتحادية وأوكرانيا. من جانبه أشار سامح شكري إلى أن الجانب العربي دعا إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا استعداده للقيام بجهود وساطة ودعم مسار التفاوض بهدف التوصل إلى إيقاف عاجل للعمليات العسكرية والوصول إلى حل سياسي مستدام لهذه الأزمة في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، بما يكفل حل هذا النزاع بطريقة سلمية ومقبولة من الطرفين. أهلا بكم من جديد، برحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ رضا العراقي نائب رئيس تحرير الجمهورية. وتقييم مشاركة مصر في الوصول لحل لإنهاء الأزمة الروسية، حجم مشاركة مصر قد إيه، والدول العربية دورها إيه في هذه الأزمة؟ طبعا دور مصر لا ينفصل عن دور العالمي. مصر لاعب أساسي ودولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ولها أهمية، ولازم يكون ليها يعني فدور مصر واضح جدا، وده واضح من خلال مجموعة الاتصال العربية. نعم. وسامح شكري وزير الخارجية وأحمد أبو الغيط مجلس جامعة الدول العربية بيقوموا بدور مهم جدا في تهدئة الأجواء، وبيبعتوا رسالة بيقولوا لا بديل عن الحل السلمي ولا بديل عن يعني الحلول الودية ولا الصراعات ولا الحروب، لأن هو لا يصح إلا صحيح في النهاية. فطبعا ده بيدي مؤشر ان مصر دولة بتخاطب السلام دائما، ان مصر دائما بتناشد التهدئة وبتناشد السلام ولا الصراعات ولا الحروب. وده طبعا لان احنا في المنطقة تأثرنا بالحرب الروسية الأوكرانية. طب ايه هي التداعيات على الدول العربية؟ ما التأثير المباشر طبعا على الدول العربية؟ التداعيات مباشرة. احنا النهاردة احنا علاقة التبادل التجاري والاستثماري وحركة أنثى بين مصر وروسيا وأوكرانيا مستديمة. مصر بتمارس الاقتصاد الحر. نعم. وسوق المفتوح وعضو منظمة التجارة العالمية، فده طبعا لازم تتأثر في السلع الغذائية، في الصادرات والواردات، في الجاليات العربية هناك، في التعليم، لا أشياء كثيرة جدا تأثير مباشر. السياحة حضرتك النهاردة احنا طبعا مواردنا كلها يعني أعظمها معظمها من أوكرانيا وروسيا وكل الدول دي يعني، فطبعا في تأثير مهم جدا واحنا لازم نتأثر بها. طب ما هو الثقل العربي في هذه الأزمة؟ يعني هل في تأثير عربي زي ما احنا متأثرين؟ هل الدول العربية ليها تأثير وجامعة الدول ليها تأثير في هذه الأزمة، في ضغوط معينة من الجانب العربي يمكن أن تمارس؟ طبعا هو الشأن العربي أو الكتلة الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط عموما لها وزن ولها دور مهم جدا في
ضبط ايقاع المساله العالميه تماما، لان انا النهارده حضرتك بعيش يعني، وده واضح من كل الدول الكبرى النهارده بتتكالب وتتسارع ان تقيم علاقه قويه وعلاقه ثقه بين مصر وبين الدول العربيه لحمايه مصالحها، الحفاظ على سوقها. يعني لا طبعا الشان العربي له دور مهم جدا ودور محوري في ضبط ايقاع العالم ككل. نعم. يعني انت شايفه النهارده ان المنطقه منطقه اصبحت منطقه صراع، شايف نعم. شايفه النهارده ان مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نعم. وشايفه مدى يعني كم البروتوكولات والاتفاقات اللي تمت بين مصر وبعض الدول الاوروبيه وروسيا وامريكا نعم. خاصه في مجال الامن، خاصه في مجال الصناعه والاستثمار، دي كلها اتفاقات وبروتوكولات تؤكد ثقل ومتانه وقوه مصر في المنطقه. فطبعا لازم الدول تنصاع للراي المصري. او ماذا عن القلق الذي ابداه اعرب عنه سامح شكري بهذا الشان؟ هل الازمه يعني هي والله الازمه برضو انا شايفها ان هي اثبات وجود وبحث عن ادوار، ويعني شايف الصراع النهارده اصبح يعني اثبات وجود وفي تعنت مع بعض نعم. الدول الكبرى. فالمساله هو طبعا وزير الخارجيه سامح شكري هو طبعا شايف الرؤى او شايف الوضع عن قرب، لانه طبعا هو بيمارس هذا الموضوع وبيتابع وشايف الرؤية. فعلا هي الموضوع محتاج يعني ضغطة مختلفة او تفكير خارج الصندوق للوصول الى السلام والتهدئة العالمية. هل نتوقع الوصول للمحادثات ان تسفر عن نتائج؟ انا شايف ده هيتم ان شاء الله، لان لا بديل عن ده، لان فعلا احنا دخلنا في مرحلة صعبة جدا ولازم يحصل فيه تهدئة وسلم، ولازم الموضوع يتحل. لان لو طبعا انت عارفة الصراعات دي مكلفة جدا وبتضع العالم في منطقة تانية وفي مرأة وتشايفها النهاردة. احنا شفنا في جولات سابقة لسامح شكري يعني محاولة لإعادة دول عدم الحيز. هل نحن في حاجة لإعادة هذه المنظومة من جديد للبعد عن القطبين؟ والله أنا عايز أقول لك هو الموضوع هيحصل فيه متغيرات جديدة وهيحصل فيه يعني تغيير في الخريطة العالمية كلها اقتصاديا وسياسيا. في قوى هتظهر وفي قوى هتنخفض. يعني أنا شايف إن الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية هينتج عنها متغيرات وأحداث جديدة في المنطقة، يعني هيظهر دول بدور أقوى ودول أخرى. النتيجة الاقتصادية والسياسية على مصر بالتحديد هل هي في مصلحة مصر يعني اقتصاديا وسياسيا؟ والله برضو أنا ما أقدرش، لأن حضرتك هي مصر منخرطة في العالم، ومصر من الدول زي ما قلت لحضرتك هي عضو في منظمة التجارة العالمية وبتتابع الاقتصاد الحر والسوق المفتوح، فطبعا هي بتتأثر بالدول. ولكن نحن يعني أنا مصر بتتعامل من منطلق المصالح المشتركة والوقوف على قدم مساواة من جميع الدول، وبتشوف المصلحة في يعني بتتحرك وفقا لمصالحها الاقتصادية والسياسية، وده حق المشروع لكل الدول. وطبعا وده نهج القيادة السياسية منذ البداية، يعني نعم. المصالح المشتركة مع كل الدول اللي هي يعني في مصلحة مع بعض كده. لما جه دخل افريقيا نعم. الشأن الافريقي دخل في اطار المصالح المشتركة نعم. دخل في اطار يفيد ويستنفع، يعني نعم. يعمل صناعة في افريقيا ويستورد من افريقيا ويساعد افريقيا وافريقيا تساعده نعم. يعني سياسة المصالح المشتركة وليست الاستحواذ نعم. إذن هي سياسة المصالح المشتركة وليس الاستحواذ. وبنختتم حلقتنا بملف مهم والشأن العربي في أسبوع، تطورات الأوضاع في تونس، اليمن، الأراضي الفلسطينية المحتلة. بنتابع التفاصيل في التقرير وعودة لضيفي في الاستوديو.
في فصل جديد من فصول الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب بعد 8 أشهر من تعليق أعماله وتوليه لكامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو من عام 2021. بدل قرار رئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان المشهد في تونس رأسا على عقب، فبينما لاقى القرار ترحيبا واسعا من الأحزاب والنقابات، أكدت حركة النهضة برئاسة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي أكدت رفضها له. وقد استدعت شرطة مكافحة الإرهاب رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للتحقيق في قضية عقد جلسة افتراضية للبرلمان خلال تعليق أعماله. الحرب تضع أوزارها في اليمن لمدة 2 شهر وسط ترحيب عربي ودولي، فقد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز كروندبرغ أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة 2 شهر تبدأ في إبريل مع حلول شهر رمضان، وعندها تتوقف جميع العمليات العسكرية داخل البلاد وعبر الحدود، ويمكن تجديدها بعد 2 شهر بموافقة الأطراف، كما أعلن عن التوافق على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات من مطار صنعاء. مع بدء شهر رمضان تشهد مدينة القدس حالة من التوتر الأمني وسط حضور مكثف للقوات الإسرائيلية التي تقول إنها تعزز من تواجدها لمنع حدوث هجمات فلسطينية. التصعيد الأمني الإسرائيلي أدى إلى مقتل 3 ناشطين فلسطينيين في جنين شمالية الضفة الغربية في أول أيام شهر رمضان، فضلا عن مواجهات واعتقالات لشبان مقدسيين في منطقة باب العمود بالقدس، بالإضافة إلى إرسال تهديدات لقطاع غزة. أهلا بكم من جديد، وضيفي في الاستوديو أستاذ رضا العراقي الكاتب الصحفي بالجمهورية ونائب رئيس التحرير. يعني الملف التونسي وحل البرلمان قلب الوضع رأسا على عقب، كيف ترى المشهد في تونس؟ والله حضرتك احنا لازم نقول ان الرئيس قيس سعيد هو رجل وطني من الدرجة الأولى، وطبعا ظهر في فترة عصيبة جدا سنة 2019 وبدأ يحقق الاستقرار والأمن في الدولة التونسية، وهو رجل ماشي على خطوات سليمة جدا. نعم. طبعا انت عارفة ان البرلمان حصل فيه تعلق حوالي 8 شهور. نعم. وطبعا في مجموعة بدأت خلال الفترة دي تعمل اجتماعات افتراضية بعيدة عن الشرعية، وهذا ما أشعل الموقف. فطبعا اتخاذ قرار حل المجلس ده قرار سليم جدا جدا للحفاظ على الدولة التونسية وليس للتصعيد، ولكن هذا القرار محتاج لقرارات أخرى لمحاصرة الكتل والأحزاب السياسية المعارضة، على رأسها حزب النهضة اللي هي بتقود الدولة إلى منعطف خطير جدا يعني انقلابين. فأنا شايف أن القرار حل البرلمان ده قرار صح وقرار سليم للحفاظ على تونس وليس للتصعيد كما يدعي البعض. طب يعني كيف ترى تأثير هذه الأزمة على الوضع في تونس اقتصاديا وأمنيا، خاصة مع اشتعال الموقف في ليبيا أيضا؟ والله هو طبعا القرار طبعا هو مش سهل طبعا، وهيحصل فيه هزة أو مشاكل أو كده، ولكن التفاف الشعب التونسي حول رئيسهم قيس سعيد أنا شايف أن هم هيعبروا الأزمة بسلام، وشايف أن ده اتجاه عام للدولة للشعب التونسي على أساس هو يريد الاستقرار، يريد الحياة الكريمة، يعني زي ما نقول عايز يعيش في أمن وسلام. وعانى من الربيع العربي، احنا النهارده بقالنا دلوقتي 11 سنه. نعم. فطبعا الشعب التونسي مش هيدي فرصه لاختطاف الدوله مره اخرى من النهضه وخلافها وامثالهم. قوه يعني حزب النهضه، لا انا شايف حاليا ان القوه بتتراجع بشكل ملحوظ جدا، خاصه ان ده بقت يعني انت شايفه حضرتك النهارده بدأوا ينكشفوا بالظبط كده، وبدأ الأمور كلها توضح للشعوب العربية كلها، والسيناريوهات وضحت، وبدأت الشعب يعني يعي وتعلم من الماضي، وبدأ يعني بينظر النهاردة لمصلحة البلد والوطن. وأنا شايف التونسيين أصبح يعني لهم القدرة على
حماية بلدهم والحفاظ عليها من خلال الرئيس السيد وكده والالتفاف حوله. نعم. ملف آخر هام وهو الهدنة في اليمن والتخفيف عن المأساة عن الشعب اليمني، ويعني هذا الهدوء وهدنة إيه؟ طلبوا هدنة شهرين. هو حضرتك فعاليتها قد ايه؟ انا شايف الهدنه ديت هدنه يعني حقيقيه وغير الماضي تماما، يعني نعم. هدنه جاده جدا بيرعاها طبعا الامم المتحده، نعم. وجميع الاطراف متوافقه عليها، نعم. ولدرجه النهارده بداوا يفتحوا المطارات وبداوا، نعم. في مسارات خضراء وفي فتوح يعني عوده المساجين، يعني شايف في جديه في هذه الهدنه، نعم. وانا شايف ان الهدنه دي هتكمل بعد الشهرين ان شاء الله، وهتوصل يعني هتبقى الطريق لتحقيق السلام وعلى ارض اليمن ان شاء الله. طيب يعني الحوثيين وضعوا بعض الشروط للمضي في الهدنة، بس في نفس الوقت فتحوا الممرات للمعونات الإنسانية وما إلى ذلك. هل هناك يعني بيعكس صورة معينة؟ وجودهم في عمان ورفضهم، ما زالوا بيرفضوا التواجد في السعودية. أنا شايف حضرتك هو الاقتناع في السعودية، هو الموافقة نفسها على الهدنة في حد ذاته ده طريق للجدية وإرضاء الحوثيين بهذا الأمر، نعم. ولكن هي مسألة ممكن تكون حفظ مأوج أو نوع من يعني المداعبات، لكن أنا شايف أن الكل يرغب النهاردة في السلام، الكل يرغب في التهدئة، الكل يحتاج استقرار اليمن، لأن اليمن عانت كثيرا، ويعني أنا شايف بصراحة يعني يدوب كده يعني خلاص، نعم. والوضع في المنطقة لا يتحمل المزيد طبعاً. خاصة مع اشتعال من جديد الانتهاكات المستمرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تصعيد في رمضان، وهذا التصعيد يعني ما هي الرسالة؟ وهل ده بسبب انشغال العالم بالأزمة الأوكرانية؟ أنا شايف التصعيد ده لا يفلح في نهاء الأزمة، وطبعا والفلسطينيين صامدين في هذا الأمر، وأنا شايف البلطجة والعنصرية اللي بتتم في القدس لا تفيد في حل السلمي والحل العادل للقضية. النهاردة الناس دي بقى لها 100 سنة مدافع، ومش لا يكل ولا يمل، وسيستمروا في الدفاع يعني عن قضيتهم والحصول على استقرارهم كدولة. إيه اللي ممكن يدعم هذه المساعي لإنهاء هذه الأزمة على مدى قرن؟ كيف يمكن انهاءها زي ما احنا بنتكلم على اليمن؟ والله حضرتك ان يكون في جديه ونوايا صادقه من الدول اللي بتقود المشهد، زي الدول الامريكا والدول الكبرى اللي هي بتقود المشهد، ويكون جديه في اسرائيل، لان القضيه واضحه جدا ومطالب واضحه جدا، وكل امور القضيه دي يعني كل عارف الحل فين، ولكن هناك مماطلات وهناك تلاعب، وزي ما حضرتك شايفه ان اسرائيل لا تريد السلام ولا تريد التوافق مع الفلسطينيين. فهل يمكن ممارسه ضغوط عليها؟ انا بشكل جاد خاصه من الامم المتحده، احنا لسه كنا بنتكلم عن الشان اليمني بس هناك فرق بين الشان اليمني والشان يعني اليمني. انا اتحدث عن دور الامم المتحده ودور المجتمع الدولي. هو دور الامم المتحده طبعا لو ارادت تريد تفعل، نعم. لكن نعم. يعني التوقف في اليمن غير التوقف في القدس، نعم. وانت تعلمي ذلك، فالمساله نعم. مختلفه، نعم. تماما. اليمن طبعا هي موضوع يعني كيف يمكن الضغط على اسرائيل للحد من هذه الانتهاكات في كلمه اخيره؟ لا، الضغوط كثيره جدا، ان الدول يعني معروف يعني انت حضرتك النهارده يعني امريكا واسرائيل لازم يكون في حلول، ولازم يكون يعني عايز اقول لحضرتك ايه، هي مماطلات نعم. هم لا يريدوا السلام ولا يريدوا التوافق، نعم. مع الشعب الفلسطيني، نعم. أو فلسطين. ستظل دائما القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة. بهذا بختتم حلقتي من نهاية الأسبوع. الشكر كل الشكر لضيفي في الاستوديو الأستاذ رضا العراقي، نائب رئيس تحرير الجمهورية. الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة، والشكر لكل من تابعنا.